أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هذا اليوم صلاة الجمعة المباركة وذلك بمسجد قصر الصخير. وأدى الصلاة بمعية جلالة الملك المعظم وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من أصحاب الفضيلة علماء الدين. واستمع عاهل البلاد المعظم وفضيلة شيخ الأزهر الشريف والحضور إلى خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، والذي استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله، وتطرق في الخطبة إلى أهمية التسامح والتعايش وفتح أفاق الحوار مع الجميع وتبني المبادرات الإنسانية والتي تحققت في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله والمتمثلة في إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة لاسبينزا الإيطالية في روما. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن وحدة الصف واجتماع الكلمة غاية مطلوبة وقوة للمجتمع، وهما سر حفظ أمن البلاد. فالواجب على الجميع أيًا كان موقعه الالتزام بكل ما يقوي روابط الوحدة وتلاحم المجتمع، والحذر الحذر من إثارة ما يفسد ولا يصلح ويفرق ولا يجمع. عباد الله، لقد حبانا الله في هذه البلاد المباركة بقائد مسيرتنا وولي أمرنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله، الذي يحرص دائماً على غرس قيم التسامح والتعايش والمحبة وفتح آفاق رحبة للحوار وتقديم العديد من المبادرات الإنسانية كإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى جانب إطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، مما يؤكد حرص جلالته على أهمية التعايش السلمي وغرس قيم المحبة والتسامح. فجزى الله جلالته خير الجزاء ورفع بذلك ذكره وأعلى شأنه وبارك له في عمره وصحته وعافيته. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال، وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.